لبرنامج رئيس الجمهورية، أكبر عملية إسكان لأزيد من 50,000 عائلة، والتلفزيون الجزائري رافق الحدث مباشرة من مختلف ولايات الوطن. وزير الطاقة يؤكد من البليدة تحقيق تغطية شاملة بالكهرباء عبر الوطن بنسبة 99%. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ناظره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مؤكدا استعداده للعمل سويا على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين خدمة لمصلحة الشعبين. إذن وكما تابعتم على المباشر، وتتويجا للإنجازات التنموية الكبرى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ومنها السكن الذي وضع على رأس الأولويات، تم سهرة أمس توزيع أكثر من 50,000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري والريفي المدعم، وهذا عبر مختلف ولايات الوطن في عملية تعد الأولى من نوعها، وهي العملية التي ستدخل الفرحة على قلوب آلاف العائلات عشية عيد الفطر المبارك. حفل التوزيع حضره كل من وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار، ووزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير المالية عبد الرحمن راوية، ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدارية. كما عرفت العملية نفسها في كل ولايات الوطن، حيث تمت بالمناسبة توزيع سكنات من مختلف الصيغ، وهذا بحضور أعضاء من الطاقم الحكومية. هذا وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بالمناسبة أن الانطلاقة كانت من العاصمة لتشمل مختلف ولايات الوطن، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرادها فرحة في نفوس المستفيدين قبل ليلة القدر المباركة وعيد الفطر المبارك. إن بلادنا اليوم وابتداء من هذه السهرة التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد المجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تكون قبيل ليلة القدر وعيد الفطر تشهد واحدة من أكبر عمليات الإسكان على مستوى الوطني وفي تاريخ الجزائر المستقلة. إننا اليوم ننعم ببرنامج كبير من السكنات، ولولا الورشة الكبيرة التي باشرت بها الدولة الجزائرية لإعادة بناء الجزائر بعدما مرت عليها سنين من الجمر والإرهاب، لما تمكننا اليوم من تحقيق حلم لأكثر من 50,000 عائلة بمختلف صيغها. وإن كانت المناسبة اليوم توزيع 2,000 وحدة سكنية بسعر بالإيجار لمكتتبي ولاية الجزائر بهذه القاعة، فهي كذلك إشارة انطلاق توزيع السكنات عبر كافة ولاية الوطن، والتي ستمس مختلف الصيغ السكنية كسكنات عدل، السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي، وهذا تبعا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية. أردت أن أوجه رسالة إلى كل الشعب الجزائري، كوني أعلم أننا نمر الآن مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية. إننا في هذا المقام نعرب عن تقديرنا لفخامة رئيس الجمهورية الذي تمكن بفضل برنامجه من إنجاز برنامج ضخم من السكنات. ومتأكد أن الجزائر وهذه القاعة على سبيل الحصر حافلة بأمثلة عن المواطنون عانوا عن أزمة السكن، وأرادها فخامة رئيس الجمهورية قبل العيد ليدخل على قلوبهم الفرحة فتصبح فرحتان. ونحن
وتبعا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مجبرين على أن نحسن المنتوج وتقديم سكنات ذو جودة ونوعية، آخذين بعين الاهتمام الإنتاج المحلي في البناء الذي يعرف تحسن كبير من حيث النوعية. ضف إلى ذلك حماية وترقية حياة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نرفع في الأخير باسمكم جميعا تحية إجلال وتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي زرع بذرة الأمان في البلاد، سقاها بورشات الإنجاز، فحصدناها بقلوب سعيدة وبهجة وفرحة أدامها الله علينا وحمى بلادنا المفدى وشعبنا الأبي. من جانبهم المستفيدون عبروا عن امتنانهم الكبير وشكرهم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. والشكر الكبير للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلى كل القائمين وعلى جنود الخفاء، وهذه الفرحة جاتنا مع رمضان ومع العيد، والحمد لله اللي فرج علينا ربي، ونشكركم والشكر الجزيل، وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. ومبروك علينا كلنا وفرحنا نهار اليوم وكرمنا جزا الله خيره، وإن شاء الله يرتاح رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة. الحمد لله اليوم استفدنا من السكن، ربي يحفظنا الرئيس تاعنا بعد ما جانا بالخير إن شاء الله، وربي يحفظكم. والحمد لله وربي يحفظ رئيس الجمهورية وتحية الجزائر. ما رانيش عارفة نعبر على الفرحة والبهجة. نشكر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على هذه المبادرة، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. نشكر الدولة الجزائرية كاملة على رأسهم الرئيس بوتفليقة. غبنا وربي اليوم مفرج علينا، نشكر سيد الرئيس. نشكر السيد الرئيس نتاعنا عبد العزيز بوتفليقة، ونشكر الوالي نتاعنا والوزير، والحمد لله كي جانا في البواب نتاع العيد. لين صار بوتفليقة يصير صار بيل عمريس اشحال نتراجو ما ديو ضوا السنة يصرح انا ضيتي يصرح ربي يكوني حرزة ربي هذي 14 من ديلي سير لا يرحم شهادة. في موضوع آخر، كشف وزير الطاقة مصطفى جيتوني أمس من البليدة أن الجزائر تتجه مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية لعدد من الدول الشقيقة، وهذا بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وبالمناسبة طمأن وزير الطاقة زبائن سون الغاز بشأن تسعيرة الكهرباء والغاز التي استبعد زيادتها في الوقت الراهن. دليل بعزيزة. تدعم قطاع الطاقة بولاية البليدة بمحطة لتوليد الكهرباء على مستوى بلدية بوفاريك، وستسمح هذه المحطة بتزويد ولايات وسط البلاد بالطاقة الكهربائية بطاقة إنتاج تفوق 700 ميجاوات. وكشف وزير الطاقة مصطفى جيتوني أن الجزائر تتجه مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية لعدد من الدول على غرار ليبيا وتونس، وهذا بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. الجزائر elle utilise les deux tiers de ses capacités. Ça veut dire le un tiers عندنا واجد راه هنا. راك تبع فيها؟ هذا نجمو نصدروه. بصح لي ريزو تكنيكمون يا دي ليميتاسيون. صادير باغ اكزومبل لو كون نمشيو جوه تونس ما نجموش نفوتو 300 ولا 400 ميجاوات. يليق يفو كون ميت ان كونفورميتي لي ريزو بيننا بين تونس وليبيا. وهاد الخدمة هادي راهم يخدموا فيها التقنيين باش يوجدوها. خطوة تأتي حسب الوزير بعد أن عرفت التغطية بشبكة الكهربائية ارتفاعا من 30% سنة 2000 إلى 99% حاليا، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على ربط جميع مناطق الوطن بما فيها الجنوب الكبير بالشبكة الكهربائية وكذا الغاز الطبيعي بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن. يدخل مشروع المحطة توليد الطاقة الكهربائية ببوفاريك في إطار برنامج الدخل الذي سطره فخامة السيد رئيس الجمهورية
منذ توليه الحكم في بلادنا إنجاز 8 محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة إجمالية تقدر ب 8000 ميجاوات. فبفضل هذه المحطات الجديدة ستكون للجزائر قدرات إنتاج إجمالية تصل إلى 25000 ميجاوات بحلول عام 2025. وبمنطقة سوحان الجبلية شرق البليدة أشرف جيتوني على ربط أكثر من 100 مسكن بالغاز الطبيعي ووضع حيز الخدمة شبكتين عموميتين للغاز والكهرباء بمنطقة جبابرة الجبلية. المناطق الجبلية كبلدية تاعنا اللي عانت في العشية السوداء، والحمد لله بالمجهودات المبذولة من فخامة رئيس الدولة الحمد لله استفدنا من الغاز. اسم مواطنين وأعيان ومشايخ بلدة جبابرة، شكرا لفخامة رئيس السيد رئيس. ومع توجه الجزائر نحو مراجعة عقود المحروقات مع عدد من الدول، كشف جيتوني عن نية الحكومة مراجعتها بهدف جعلها عقودا قصيرة الأجل لأسباب اقتصادية بحتة. تحسبا لموسم الحج انطلقت أمس عملية بيع التذاكر لرحلات الحجاج الميامين على متن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، على أن تنطلق أول رحلة في 25 جويلية المقبل. المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية أكد أن الشركة وفرت كل الظروف المواتية والمناسبة لإنجاح سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة. اول رحله راح تمشي يوم 25 جويلية، معناتها رانا عندنا تقريبا شهر ونصف باش تنطلق الرحله الاولى. هذه ما في كما يقول لك وقت كافي ان شاء الله باش نباشروا بعمليه المبيعات، وكل حاجه راح الشركات المعتمده راح توفر المقاعد للحجاج. هذا نطلب انه الحاج صدير ما يخافش، راح يوفر له، راح نوفروا له المقاعد نتاعو وان شاء الله يروح يدير المناسك تاعو في ما يرام ان شاء الله، ندوه ونرجعوه ان شاء الله دون اي مشكل. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب واستجابة لنداء زوجته فسارة التي أسلمت نفسها ضمن عائلة الإرهابي فصالح يوم 26 أفريل الماضي بجيجل، سلم الإرهابي المسمى وفريد المدعو أبو موسى نفسه أمس إلى السلطات العسكرية بجيجل، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوءان ونظارة ميدان. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994. ودوليا نجا شبان فلسطينيون من صاروخ أطلقته طائرة استطلاع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أمس 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. من جهة أخرى طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة. ونختم على الرياضة، حيث تأهل الفريق الوطني النسوي لكرة القدم إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجري خلال العام الجاري بغانا بعد فوزه على نظيره الإثيوبي ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وإيابا بثلاثة مقابل اثنين. وعلى هذا الفوز تتم نشرة نصحة صحوركم، أستودعكم الله.